بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 94. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صلاة الجماعة، إذ قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، معناه أن الإنسان لا يتنفل إذا أقيمت الصلاة، بل يصلي مع الإمام صلاة الفريضة الحاضرة ولا يتنفل، ويقول إن الإمام يطيل الركعة وأتمكن من أداء نافلة وأدركه قبل الركوع، هذا لا يجوز. فإذا دخل في نافلة فإنها لا تصح. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وروى عبد الرزاق عن سلمان يرفعه قال: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه. قال: فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفه. نعم. هذا فيه أن الإنسان إذا كان في قي، يعني في فلات وليس عنده أحد، ويريد أن يصلي الفريضة، فالأفضل له أن يؤذن، فإذا أذن صلى معه ما لا يحصى من الملائكة، وإذا لم يؤذن وصلى بدون أذان فإنما يصلي معه الملكان الحافظان عليه اللذان لا يفارقانه، يصليان معه. نعم. أحسن الله إليكم. الذي يصلي وحده هل يشرع له الأذان على كل حال، أم أنه هذا خاص بمن كان منفرد في فلات بعيدا عن المساجد؟ الذي يصلي في البلد يكتفي بأذان المؤذنين في المساجد ولا يؤذن، أما الذي في بر وليس عنده مؤذنون فهو يؤذن، الأفضل له أن يؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ورواه سعيد وقال: صلى خلفه من الملائكة، وفيه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. نعم. قال: ورواه سعيد. رواه سعيد بن المسيب رحمه الله من أئمة التابعين. نعم. وقال: صلى خلفه من الملائكة، وفيه يركعون بركوعه. إذا أذن في الفلاة وصلى وحده فإنه يصلي خلفه من الملائكة
ما لا يحصى. نعم. ويركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، يتابعونه في صلاته، نعم، يجعلونه إماما لهم، نعم، ويؤمنون على دعائه، نعم. وللبخاري عن أبي موسى مرفوعا: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. نعم، إذا كان الإنسان له عمل في البلد وأصابه ما عاقه عن ذلك العمل من قيام الليل مثلا وصيام النهار التطوع، أصابه مرض عاقه عن هذا العمل، فإنه يكتب له أجر هذا العمل، إن كان مرضا يكتب له ما كان يعمله صحيحا، وإن كان في سفر الذي منعه من هذا العمل السفر فإنه يكتب له ما كان يعمله مقيما. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ما النصيحة والوصية والتوجيه للأصحاء الذين فرطوا في هذه الفضيلة العظيمة حال صحتهم، فهم لا يأتون مثلا من السنن الرواتب أو الوتر، أو لا يداومون مثلا على الصيام حال قدرتهم وتمكنهم وفراغهم؟ النصيحة أن هذا حرمان، فعليهم أن يستدركوا زمنهم وصحتهم، وأن يعملوا من الأعمال الصالحة ما يمكنهم ليدخروه عند الله سبحانه وتعالى، فهو فرصة عظيمة، الصحة والفراغ والإقامة، عدم السفر، هذه فرصة عظيمة يستغلونها في طاعة الله عز وجل، ولا يقتصرون على صلاة الفريضة، بل يتوسعون في الطاعة والعمل الصالح مع الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في السفر فيصلي الرباعية ركعتين، والمغرب يصليها على وضعها لأنها وتر النهار فلا تقصر، فأما الرباعية فإنها تقصر في السفر إلى ركعتين ركعتين، وهذا من رخص السفر، ولا يتم الصلاة في السفر لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام في أثناء سفره فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة لأن السفر ينقطع بهذه الإقامة الزائدة على 4 أيام. وأما أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح 13 يوما أو 14 يوما يقصر الصلاة، فلأنه لم ينوي إقامة بل هو على نية السفر، فلذلك استمر يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. المسافر الذي أخذ بهذه الرخصة حال السفر، هل الأولى في حقه الصلاة وحده ليصلي ركعتين ركعتين، أم يصلي مع جماعة المسلمين في البلد؟
في البلد لا يصلي وحده وهو يسمع الأذان. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته ولا صلاة له إلا من عذر. فإذا كان في البلد وهو قريب من المسجد ويسمع الأذان فإنه يجب عليه الذهاب والصلاة في المسجد مع المسلمين ويتم الصلاة معهم، فلقوله: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى مالك رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. نعم. فإذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى إلى مكة حاجا أو معتمرا فإنه يقصر الصلاة ويصلي بالناس، دل على أن المسافر الذي يقصر يصلي بالمقيمين، لكنه إذا سلم قام المقيمون فأتموا صلاتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة لما صلى بهم عام الفتح: يا أهل مكة أتموا لأنفسكم. قصر الصلاة صلى الله عليه وسلم ركعتين وقال لأهل مكة: قوموا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني فنحن قصرنا لأننا مسافرون. وأما المقيم إذا صلى خلف مسافر وقصر المسافر الصلاة فإن المقيم يقوم إذا سلم الإمام ويتم صلاته: اتموا صلاتكم. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. قال: فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. هذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الصحابة صفقوا لأبي بكر من أجل أن يتأخر ويتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما علم أبو بكر التفت ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر، تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، ثم لما سلم قال له: يا أبا بكر، لماذا تتأخر؟ يريد منه أن يستمر في يصلي بالناس ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما. فقال: ما كان لابن أبي قحافة يحقر نفسه أن يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على
أن هذا دليل على أن الإمام إذا تأخر فيصلي المسلمون ويقدمون أحدهم، وإذا حضر الإمام الرسمي أو المعتمد فإنه يصلي معهم خلفه، وإن تقدم وقام وتخلف الخليفة عنه فلا بأس بذلك، ولكن الأولى أن يستمر في الصلاة ويكمل الصلاة بهم، ويكون الإمام الذي جاء الإمام الراتب الذي جاء مأموما في هذا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير، والسلام عليكم.